شو لعبة الكريكت هاي؟ المفروض تمسك الطابة، ليش ما ركضت ومسكتها؟ أنا مالي بلا فهم لحتى أركض ورا الطابة، إذا عملت هيك رح تروح علي. ليش يعني؟ اللي صراحة هدول بيجوا لهون كل يوم وبياخذوا مصاري من العالم وبيخطفوا الأولاد على مكان أو بيضربوهم بقوة، مشان هيك نحنا ما منقرب لهونيك، نبقى هون. تعرف الشغلة معلمتي؟ هدول نفس العصابة اللي أكلوا قتلة منك المرة الماضية، بس هلأ لابسين ثياب شرطة. أعطينا المصاري. حاجتنا لعب كريكت، خلينا نلعب لعبة تانية. يلا يلا أعطيني. تفضل. معلم، هاي البنت كتير ذكية، أنا بشوف إنه لازم نروح. تعرفوا؟ أنا لسه ما نسيت مين بتكونوا أنتو. قلولي، بتحبوا أكشفكن؟ إذا بحكي الحقيقة قدام كل الموجودين هون رح يضربوكن بسبب أغلاطكن معن، شو رأيكن؟ والشرطة كمان رح يضربوكن، رح أعرض عليكن إنه نلعب مباراة كريكت. كيف؟ إذا غلبتوني رح أترككن تروحوا من هون، وما حدا رح يضربكن، ماشي؟ شوفي ليش خايفين؟ الكريكت لعبة الرجال المحترمين. صح انتو مو محترمين بس بتضلوا رجال، مو هيك؟ انا بنت اكيد رح تغلبوني بسهولة، يلا نلعب. معلمي، لو كانت لعبة ملاكمة كان صعب علينا، بس كلها مباراة واحدة رح نفوز. طيب نحن جاهزين. يلا نبلش يا صغيرة. شو اخي، انت رايح تقابل مرتك المستقبلية اليوم؟ شو انت، شو عرفك اني عم فكر فيها هلأ؟ للصراحة أنا متمني إني أقابلها اليوم، بس ما فيني أعمل اللي بدي إياه، مو اليوم. أنت وياها رح تتزوجوا، مو هيك؟ بس تاريخ العرس ما تحدد، لازم نقابل الحكيم ليحدده، بعدها منصير منتقابل. يعني أنت ما رح تروح تشوفها اليوم؟ لا مو اليوم، امشي. لكن ليه صار لك 3 ساعات عم تضيع وقت؟ إيه عادي، اتعود على تضييع الوقت، كل يوم بدي روح أشتري له هدية لحتى وقت نتقابل ونشوف بعض، أعطيها كل الهدايا. أيوه. يا سلام عليك. صديقي الشجاع الشاب اللي بحياته ما اهتم بولا بنت من اللي حواليه، فجأة صار رومانسي كتير مثل أبطال الأفلام. بس في شغلة، حددوا الموعد بأقرب وقت ممكن، وإلا العروس رح تبقى بالشارع. بالشارع؟ ليش؟ بقصد إنك رح تعبي البيت هدايا وما رح يبقى له مكان. فرجيني هذا الدب. مود باسمه دبدوب. دبدوب. بعتذر، أنا آسفة، المضرب فلت من إيدي، ما مسكتها، ارميها من جديد.